ايكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برد الحوت. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من اخواتنا في الله ادعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف انزل فيها التعليقات، صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام بنيه الفرج. سيب كل حاجه، وسيب كل حاجه عدت عندك، اتركها. يعني بلاش تفتكر الحاجه اللي هي تدب لك طاقه سلبيه او تفكير مش كويس. يعني اترك كل حاجه عدت. شايف هنا في واحده ست عندك، الست دي ملازماك، الست دي ملازماك في كل حاجة. الست دي أقدر أقول لك إن هي عاملة لك سحر، مخليك ملخبط ومتعقد، مش عارف تشوف شغلك، مش عارف تشوف مستقبلك، مش عارف تشوف حالك. الست دي ململمة كل أوداعها، وكل شيء عندها خطاه على أوداعك، عاملة لك كراكيب، عاملة لك تعطيل، عاملة لك تعب، هذا من السحر. صلى على الحبيب المصطفى. انا شايفك هنا انت ليه بتوقع نفسك في مشاكل كثيره. يعني شايفك هنا بتوقع نفسك في مشاكل كثيره بسبب ممكن اختياراتك الخطا او بسبب طيبه قلبك. انا شايف ان انت غدرت كثير، تعبت كثير، شايفك محبط، عندك كميه احباط، كميه يؤس. شايف بس انت هتنتصر على اعداء، هتنتصر بإذن الله تعالى على أعداء. شايف عندك انتصار. الناس اللي ضربتك أو طعنتك في ظهرك أو أذتك أو غدرت بيك، هم مش مرتاحين، هم مش مرتاحين، وهيدولك وهيتأسفولك وهيتأسفولك. بسم الله الكاشف. بصنا، اللهم صل على سيدنا محمد. عندك هنا قرار، شايف عندك هنا قرار، والقرار ده لازم تاخذه، القرار ده لازم تاخذه. فكر كويس جدا علشان تاخذ القرار الصح، عشان قبل ما تاخذ قرار فكر كويس جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا عندك في قاعده، القاعده دي بخصوص ناس، حل مشكله. انا شايف في قاعده فيها كلام، كلام رايح وكلام جاي، فيها صلح بإذن الله. شايف عندك هنا لقاء مع حد، اللقاء دي في خير، في فرحة، شايفك في اللقاء ده مبسوط، مبسوط فيه. عندك هنا رسالة ديالك، رسالة فيها فرحة ليك، فيها سعادة، أنت منتظرها بإذن الله. بس خليك تكون هادي علشان شايف عندك فرحة بإذن الله تعالى، عندك فرحة. شايف في بشرى بمولود، لأن عندك كمية اشتياق لأطفال، عندك كمية، شايف في بشرى بمولود. حياتك هنا العاطفية، يعني هنا حياتك العاطفية ما فيهاش استقرار قوي، ما فيهاش استقرار. الست اللي بتجدد لك السحر، بتجدد لك السحر، عينها عليك جدا، عينها عليك. هنا الناس اللي أذتك وغدرت بيك هيتأسفوا لك، وهيردعوا لأنك، يطلبوا منك السماح، لأن أنت قلبك طيب وبتحب الخير للناس كلها وبتحب تدي، ومش منتظر مقابل من حد، مش منتظر مقابل من حد. دايما اللي انت بتعمله مع الناس بيديلك العكس، دايما الخير اللي بتعمله مع الناس بيديلك العكس. شايف عندك صلح انت وحد عزيز على قلبك. شايفك هنا برضو زعلان وبتشكي همك، شايفك زعلان، مخنوق، متضايق، قلبك مكسور، حزين، بتقول يا رب انصرني على اعدائي وعلى من ظلموني. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله الكاشف. ادعم الفيديو باللايك فضلا وليس امرا احبابنا في الله، فضلا وليس امرا اخواتنا في الله اللي بتشاهدونا، ادعموا الفيديو باللايك. بسم الله الكاشف. بتقول يا رب وفقني، يا رب اكرمني. عندك دعوه باذن الله تعالى هتتحقق، هتتحقق بقدره الله. انت اقرب الناس ليك هم اللي غدروا بيك،
هما اللي غدروا بيك، أقرب مليك هما اللي غدروا بيك، بس إن شاء الله ربنا هيكرمك وهيريح قلبك بإذن الله تعالى. أنت هنا طلعت من بيتك غصب عنك، شايفك طالع غصب عنك زعلان مكسور، شايفك طالع من بيتك مكسور. خلي بالك، خلي بالك من الناس اللي عايزة تدمر حياتك، الناس الحقودة، الناس اللي عايزة تأذيك، عايزة تدمر حياتك. خلي بالك من الناس دي. انت شخص محبوب، انت شخص شاطر، شخص يعني محبوب جدا، مشاريعك بإذن الله تعالى ناجحة، عندك تسرع، بس في تسرعات بتاخذها في الصح بتكون صح، بس عندك أصدقاء خبيثة، أصدقاء حابة توقعك في شر أعمالك، فكن حريص كما كنا. شايفك هنا ناوي على سفر، ناوي على سفر خارج البلاد، مستني دعم أو مستني لقاء مع حد أو مستني مكالمة، شايف عندك سفر، في حد هيساعدك وهيقف جنبك في الشدة، في حد هيساعدك ويدعمك وهيقف جنبك. صلى على الحبيب المصطفى. شايف هنا انتبه وخلي بالك من صحتك، وما تخش حدا من حد، خلي بالك من صحتك وانتبه من صحتك، علشان اقرب الناس هم اللي حابين يدمروك بالسحر، بالاعمال، بالسحر المشروب. خلي بالك من السحر كما قلنا، فخلي بالك، خلي بالك علشان شايف صحتك في النازل، المعدة عندك تعب، عندك ألم، عندك تساقط في الشعر. في حد هنا بيحاول يأذيك، بيحاول يطعنك، بيحاول يكسرك، بيحاول يأذيك. خلي بالك، انت هنا شايفك حزين على شخص انت بتحبه، الشخص ده مسدون او بعيد عنك او هو مخنوق او في ضيقة او مريض، انت زعلان عليه وحزين عليه الشخص ده، ربنا يفك اسره او ربنا يشفيه ان شاء الله مما هو فيه. بسم الله. شايف هنا حصل كلام ما بينك وما بين الشريك، حصل زعل، حصل انفصال، بتفكر في الانفصال، بلاش تفكر حاليا عشان السحر سحر بيتجدد، لان شايفك عندك حيرة، محتار في امرك، عايزك تنتصر، عايزك تنتصر او عايزك تنتصري. سيب كل حاد على الله وحاول تقول يا رب، حاولوا تقولوا يا رب. انا شايف عندكم مواجهه حلوه، المواجهه دي فيها خير بمشيئه الله تعالى، فيها خير ليك. حاول يعني تكون انت يعني هادي الايام دي، هتكون حكيم وتكون هادي، علشان المره دي هتكون في مواجهه وهتطلع منتصر، وهتضع صوابعك في اي حد وهتطلع منتصر بفضل الله تعالى. شايف هنا اقرب الناس ليك هم اعدائك، عدوك واعدائك، صديقك وعدوك، فخلي بالك، لأن شايف شخص مقرب ليكم، فخلي بالكم وكون حذرين. بسم الله الكاشف. شايف هنا في حد بياكل ويشرب معاك أو طالع من بيتك مش كويس، أنت قدمت له الخير، كل وشرب لكن مش كويس. شايف هنا في أرض بيتك فيها فرحة، في فرحة في أرض بيتك، عندك انفراجات حلوة بإذن الله تعالى، وعندك الماديا هتتحسن، عندك الأمور هتتحسن معاك بفضل الله تعالى، عندك كما قلنا ممكن نقول فرحة، ارتباط أو زواج أو عرس لأحد قريبك في أهل بيتك، يعني شايف في أرض بيتك فيها فرحة بقدرة الله تعالى. شايفك هنا مش قادر تشيل قرش، مش قادر تشيل فلوس، مش قادر تحوش، اللي داي خارج، مفيش حدا قاعدة معاك مكتملة، إن شاء الله دايلك الرزق من حيث لا تحتسب. ديالك الفرحة، لأنك أنت ظلمت كتير، ربنا هيعوضك، هيعوضك على صبرك وعلى الظلم اللي وقع عليك من أقرب مليك، ربنا هيعوضك بإذن الله. شايف هنا اللهم صل على سيدنا محمد، الفترة اللي داية شايف هنا وانتبهي، الفترة اللي داية عندكم خير، عندكم السكة فاضية، عندكم خير، عندكم السكة فاضية، حاولوا إن أنت تكسبوها. حاولوا انتوا تكسبوا هذا السكة، انتوا حاسين ماشي ان الامور معقدة امامكم، بتدخلوا في طريق بترضع خطوة، مفيش ارتباط مكتمل، مفيش عيشة في المتزوجين، مش مرتاحين في الزواج، مشاكل بدون سبب، خنقة، ضيق، نفور، واكثر حد المشاكل بدون اي اسباب، واللي لسه ما ارتبطتش في تعقيد، في تعطيل، في تعب، في تساقط في الشعر، في الم في العمود الفقري، والم في الرجلين، وزيادة الصداع، وزيادة التعطيل،
والنفور في الزوال. هذا من السحر. السحر كما قلنا أحببنا في الله من السحر اللي بيتجدد. شايف هنا في حياتك هنا حصل أو هيحصل في بين المنفصلين. شايف هنا في عتاب، في مقابلة، والمقابلة دي فيها عتاب. إن شاء الله فيها صلح بمشيئة الله تعالى. شايف هنا في محاكم أو في قواضي بينكم وبين حد أو حد معين، لأن شايفكم بتخلصوا هنا. عندكم خير في المحاكم بإذن الله تعالى، عندكم محاكم. شايف هنا في رزق دايلكم وبشرى بفضل الله تعالى، فيها فرحة ليك. شايف هنا في غيمة، غيمة على وشكم. الغيمة دي في تفكير، في غيمة، في تفكير، في حد بيحاول يأذيكم وانتم مش شايفينه. يعني هنا انتم مش متوقعين ان هو الشخص ده يعني اللي عمال يلعب بيكم، عمال يأذيكم. مش متوقعين. وطريق السفر مفتوح قدامك، طريق السفر فيه خير. هتقول لي يا شيخ طريق السفر، طب يعني ان شاء الله في خير طريق السفر. في منكم فسحة وفي اللي مسافر لشغل. القراءة عامة اخواتنا في الله، رجال ونساء، والقراءة مفتوحة بإذن الله تعالى. خذ اللي طابق ليك احبابنا في الله. اللهم صل على الحبيب المصطفى. شايف انها تتفتح قدامكم ببان حلوة، هيكون فيها سعادة، فيها سعادة، فيها فرحة، يعني في راحة بعد كل التعب اللي حصل في حياتكم. تعبتم تعب كبير، ربنا هيسر أمركم، ربنا هيسر أمركم وهيكرمكم، هيكرمكم بإذن الله تعالى. الدموع اللي عندكم حاول تخلص، طلع من حياتك، طلع اليأس، طلع الإحباط، طلع الضيقة، طلع الخنقة، طلع اللي عندك. شايف المشكلة اللي عندكم مسببة لكم الأزمة والحيرة، انتم هتحلوه، هتتحل، هتتحل بمشيئة الله. انا شايف ان اغلب وقتكم قاعدين في البيت، مش عايزين تتكلموا مع حد، يعني مش عايزين تتكلموا مع حد بسبب اللي شفتوه. لكن هتتلاقى بتوأم روحك، هتتلاقى بتوأم روحك، خلاص هانت، هانت. كل الابواب اللي اتقفلت في وجهك راح تتفتح مرة اخرى ليك بفضل الدعاء وفضل الاستغفار بفضل الله تعالى. شايف هنا انتم يعني شغالين على حاجات كثيرة جدا، وشايف ليك من مكان لمكان فيه نقلة، فيه الراحة ليك، فيه السعادة. شايف ان انت بتنتقل من مكان لمكان فيه الراحة وفيه السعادة ليك بإذن الله تعالى. هتشتري المنزل، هتشتري المكان اللي انت هتنتقل اللي ممكن يكون لبيت زوجتك ان شاء الله، او الرجوع لزوجك بإذن الله تعالى، او شراء مسكن جديد هتنتقلوا فيه، فيه الراحة وفيه السعادة ليكم بمشيئة الله. خلي بالكم واخلصوا من السحر كما قلنا يا احبابنا في الله اللي عندكم، كي تفتح معاكم الابواب، لان السحر عاملكم طاقات سلبية كبيرة جدا. وخلوا بالكم من الناس اللي حواليكم، مش كل الناس اللي تعطوها اسراركم، مش كل الناس اللي تفتكروها احباب ليكم، بيحبوكم، بيتمنوا لكم الخير. كثيرا من الاشخاص مش حابينكم تكونوا احسن منهم. يعني انت في نظرك بتقول انت ما عملتش حاجه للناس دي، اذيتك ليه، سحرتك ليه، هم مش حابين ان انت تكون احسن منهم، مش حابين انت تكون متقدم بخطوات عنهم، مع انك انت ما اذيتهمش، ما عملت لهمش اي شيء، قدمت لهم الخير لكن غدروا بيك. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم من كل داء يؤذيكم. اتمنى من احبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه فاشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. وان كنت بتعاني من السحر او من المس او من تعطيل او من تابعه او من قرين داخل القناه، جميع العلادات واللي حابب يتواصل معنا مع الشيخ يوسف، الرقم امامكم واتس، يتواصل معنا وان شاء الله هنكون في حسن ظنه. وكما تعودنا الصلاه على الحبيب المصطفى، اللهم صل صلاه جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشيها اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي يعزه من كل سوء. اللهم فرد كربنا كما وعدت، أمن يجيب المضطر إذا دعا، ويكشف السوء على آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم.